معانا الاستاذ محمد، دكتور محمد جمال، عضو مجلس اداره نادي اسماعيلي. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. تحياتي، وطبعا انا سعيد باداء الاسماعيلي النهارده، شايف فيه استقرار، لكن الخروج على النص في بعض الاوقات ده برضو بيبقى حاجه عابره، يعني نتعلم ايه من الدروس اللي بتحصل دي واخر مستجدات في هذا الموضوع؟ تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. طبعا يعني احنا جمهورين الاسماعيلي وجمهور المصري اشقاء ما فيهاش كلام. طبعا ممكن تحدث مشاحنات بسيطه كده، او حد يكون تسخيره مثلا مش ناضج لدرجه كفايه، حصلت اي اثارات بسيطه، بس في الاول وفي الاخر الجمهورين اشقاء، واحنا بنعتبر نفسنا مش بلدين، بلد واحده دايما في كل حاجه، بلد واحده. يعني ممكن تحصل توتر، بس الامور دي بتعدي ببساطه، انما العلاقه بين الناديين مش محتاجه مجايده ومش محتاجه كلام، وكذلك العلاقه بين الجمهورين لا تحتاج مجايده ولا تحتاج كلام. وفي احداث بسيطه ممكن تحصل كده بس بنتجاوزها سريعا، ما بنوقفش عندها، لان العلاقه اقوى من كده بكتير. يعني طيب، يعني حضرتك كنت موجود في برج العرب؟ لا بصراحه ما كنتش موجود، بس عرفت. طيب، الاحداث يعني احداث بسيطه، يعني مشادات فرديه. هل حضرتك تابعت مع مجلس الإدارة يعني بعض الأمور اللي حصلت في برج العرب؟ وبالتالي أكيد هيبقى للمراقب المباراة ورابطة الأندية رأي في بعض التجاوزات اللي حصلت في برج العرب النهاردة. هو مشهد يعني نتمنى إن احنا ما تكررش، وأكيد أنتوا لكم دور في يعني في لم الموضوع بينكم وبين يعني مجلس إدارة المصري بورسعيد. طبعا العلاقة بيننا وبين مجلس إدارة المصري يعني حاجة في منتهى الرقي وحاجة في منتهى الإخوة. يمكن العلاقه بالذات الفتره دي قويه جدا، بس دي علاقه من زمان يعني ازليه وما فيهاش نقاش ومش هتتغير. فالحمد لله الامور دي بنقدر نتجاوزها ونلمها بسرعه، لان العلاقه بين الناديين وبين الادارتين ايا كان مين ممثليهم هتفضل قويه. العلاقه بين الجمهورين برضه هتفضل قويه، دي احداث فرديه حصلت مش عايزين نتطرق ليها ولا نقف عندها كتير، لان الحمد لله في من القيادات ومن الناس اللي تقدر تحتوي الموقف، ومجلس مجلس اداره الناديين يقدروا يحترموا الموقف بكل بساطه يعني ان شاء الله، وده اللي حصل بالفعل. يعني اخر المستجدات عند حضرتك، او اخر الاتصال ما بينك وبين احد الزملاء الموجودين او احد الممثلين اللي كانوا موجودين مع نادي الاسماعيلي في برج العرب، هل هناك تطور بخروج الموضوع الى الشرطه او الى النيابه العامه، او الموضوع اتلم في مهده وخلاص؟ لا، الموضوع اتلم، وكان موجودين عندنا مسؤولين العلاقات العامه في الناديين، وقدروا ان هم يلموا الموضوع ويخرجوا بالجمهور لبر الامان، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين حد من الجمهور، اهم حاجه يحصل له حاجه مهما حصلت مشادات فرديه. فده الحمد لله اللي حصل، ان الجمهور وصل يعني لبر الامان، والجمهورين على طريق السفر ان شاء الله يوصلوا، كل اللي يوصلوا جمهور بورسعيد يوصل بورسعيد بالسلامه، وجمهورنا يوصل اسماعيليه بالسلامه ان شاء الله. انما يعني انا عايز اكد ان هي دي كانت مشاحنات فرديه، يعني مش هتاثر على العلاقه ولا هتوترها خالص خالص. ما نتمناش ده يا دكتور محمد على فكره، خالص خالص خالص. والعلاقه بس اللي اخطا يتعاقب يا دكتور محمد. بالظبط يعني ده بقى في تقرير مراقب مباراه، وفي رجال الشرطه كانوا موجودين، وليس رابطه الانديه هتشوفوا ده، وكل ده نتقبل ده مش عايزين التجاوزات دي تحصل. بالظبط، فاللي اخطا ايا كان الخطا اللي هيكرر مراقب المباراه او هيكرر رجال الشرطه، اللي اخطا يتعاقب، واحنا يعني رابطه الانديه موجوده وعينها على المشاحنات الفرديه اللي بتحصل، متقبلين لو في حد من عندنا اخطا او حتى من الجمهور المصري اخطا. ما اعتقدش ان حد هيكون متهاون في الخطا ده، عشان الاحداث دي ضروري ان هي مش عايزينها تتكرر تاني. دكتور محمد جمال عضو مجلس اداره الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد كلام صوت في صوت عقل من دكتور محمد جمال، واكيد نادي الاسماعيلي لو هناك بعد قرار رابطه الانديه، لان احنا ما نقدرش نستبق الاحداث، يبقى طبعا يا ريت يا ريت يا ريت دايما دايما ما بين مجالس الادارات وروابط المشجعين في الانديه يبقى دايما في لغه حوار. يا جماعه يبقى هناك ممثل مثلا الاستاذ سيد العركي مثلا، ده مدير العلاقات العامه، والراجل دايما بيبقى متواجد في كل مكان، او دكتور محمد جمال، او المهندس نصر الحسن، او اي اكس او واي او زد من هنا، او هنا مثلا نقول الاستاذ مثلا حسين ابو قمر، او الاستاذ محمد عضو مجلس اداره والمشرف على الكوره مثلا، او الاستاذ كامل ابو علي، او اي حد. يا جماعه دايما يبقى في لغه حوار ما بين ما بين المجلس والجماهير دايما كده للتذكره،
يا جماعه احنا عايزين نشجع بروح رياضيه، عايزين دايما ما نبقاش في مشاكل، عايزينكم دايما تبقوا في ظهرنا، عايزينكم دايما تبقوا معانا، لو في اي مشاكل نرجع تاني مع بعض نتواصل ويبقى يعني نحل الموضوع ده، لان الموضوع ده لما بتزيد عن حدها شويه ممكن يبقى في ازمه، ونتمنى يا رب ما يبقاش في ازمات مره تانيه ما بين اي حد من الجماهير او ما بين اي حد موجود في محيط كره القدم، لان كره القدم اتخلقت للجماهير وتبقى فيها متعه بعيدا عن المشاكل.